يمكن في مدير فني كلمني على لاعب وقلت له بعت لنا فيديوهات، يمكن انا ومحمود الشيخ والكابتن محمد رمضان السيد يعني لقينا نفسنا عارفينه. يعني حد بيكلمني يا دكتور يعني برضه كان ندي الناس حقها، كابتن جمال بيقول لي في لاعب كذا 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 بصوا عليه، حمزه الدجوي. فقلنا له يا عم ده احنا عارفينه، ده مواليد 2008 بيلعب في النادي الاهلي. أيوة. فشوف انت يعني محمد يمكن يتكلم اكتر مني لان عارفه كويس. لعيب كويس جدا في 2008، مميز من السنه اللي فاتت، عامل اداء كويس طول البطوله السنه اللي فاتت. فانا شايف اللي هو كده كده ده كان هيجي معانا اصلا، ما كانش محتاج يبعت اصلا. بس لا يعني فرصه كويسه برضو الناس تشوفه اكتر. ده لاعب خط وسط يا دكتور عطيه السيد في النادي الاهلي وفي منتخب القاهره، وعلى فكره انتقل للاهلي من انبي من 4 سنين. انا بس عايز اشكر والده على الاصرار، وبيحكي لي بيقول لي مصممين نكمل حلمه وهو في الاهلي 4 سنين وثابت جداره. وفوجئت من الكابتن محمد رمضان السيد ومحمود الشيخ وفريق الاعداد، قالوا لي ده حمزه معانا ومن افضل اللعيبه ومعانا في منتخب الافضل كمان في اللي جاي. ما شاء الله، يعني حاجه تفرح. وهو قدامكم يمكن ربنا يحميه ويحرسه يعني ان شاء الله.